بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب في النجوم. وكانت الأبواب السابقة لهذا الباب هو باب ما جاء في قول الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح عليه الأمر من بني تميم قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض. في هذه الترجمة بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله تعالى خلق الخلق، وأن الله تعالى خلق الماء وثم العرش ثم القلم، وكتب القلم في اللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض. والله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ثم كانت الترجمة الثانية، قال: باب ما جاء في سبع أراضين. قال: باب ما جاء في سبع أراضين، وأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبع، وخلق أيضا الأراضين سبع. وكانت هذه الترجمة افتتحها الإمام البخاري رحمه الله بقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك ورد ذكر هذه الأراضين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وتوقفنا عند هذا الباب الثالث، وباب في النجوم. وقال قتادة رحمه الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هشيما أي متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، للأنام الخلق، برزخ قال حاجب. وقال مجاهد: ألفافا أي ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكدا قال قليلا. بيذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع، وأيضا زين هذه السماوات بالنجوم، وخلق النجوم سبحانه وتعالى والكواكب. قال قتادة رحمه الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وهذا الكلام من قتادة رحمه الله بناء على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ذكر أن النجوم زينة للسماء، وذكر أنها رجوما للشياطين، وذكر أنها أيضا علامات يهتدى بها. فكلام قتادة رحمه الله بناء على ما دلت عليه الآيات. خلق هذه النجوم لثلاث، يبقى جاب هذا الكلام منين؟ أتى بهذا الحصر من أين؟ يبقى من كتاب ربي سبحانه وتعالى. فمرجع دايما إلى الكتاب والسنة. فالله تعالى ذكر أنها زينة للسماء، وأنها رجوما أيضا للشياطين، وعلامات أيضا يهتدى بها. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. دايما الإنسان عندما يتكلم في حدود ما يعلم، يبقى لا يتعدى، وإلا هيفتئت على ربي سبحانه وتعالى
ويفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من تكلم في القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ. يعني حتى لو إنسان بيتكلم كده في آية هو لا يعلم مدلول هذه الآية، ولكن هو بنظرة كده قال أن مدلول الآية كذا، أصاب فعلا الحق، فقد أخطأ في ذلك. أخطأ ليه؟ لأنه تكلم بغير علم. حتى لو أصاب الحق كحال الإنسان لما بيفعل سنة ولكن هو لا يدري أنها سنة، هل يا ترى يأخذ ذلك الثواب؟ لا، أنه لابد أن يكون قاصدا لهذه السنة. لكن ممكن عمله يوافق سنة، فهل يا ترى عند ذلك يثاب على ذلك؟ لا يثاب، إنما الأعمال بالنيات، يبدأ أن يكون قاصدا لهذا الفعل ويعلم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يوافق الإنسان الحق في قول أو فعل ولكن هو لا يدري أن هذا هو الحق الذي أنزل في كتاب ربي سبحانه أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمش مجرد الموافقة، ولكن لابد أن تكون هذه الموافقة بناء على علم. لذلك قال وتكلف ما لا علم له به، يبقى فأنت أول فيها بغير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يبقى دايما كده نعمل من خلال ما نعلم، وإن تكلم إنسان يتكلم من خلال ما يعلم، لا يتعدى ذلك القدر، لا يتعدى هذا الأمر دايما كده. يبقى ده يربى الإنسان على هذا الخلق أنه لا يتكلف ما لم يكلف به، وكذلك لا يتكلف أو لا يتكلم إلا بعد علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبق في كتاب العلم أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم قال باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قبل ما تكلم، قبل ما يقدم الإنسان على فعله. يبقى بنرجع كده إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هناك ما يوافق هذا القول والفعل أمضيناه، وإن كان هناك مخالفة من خلال ذلك القول والفعل كنا أبعد الناس عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هشيما، فكان هشيما تذروه رياح أي متغيرا يابسا متفتتا. يبقى ده شيء يابس كده ومتفتت بحيث أن الرياح حتذروه، قال هشيما أي متغيرا، فكان هشيما تذروه الرياح، معنى كده يابس متفتت، يبقى الرياح تحمله وكذلك تذروه. والأب ما يأكل الأنعام وفاكهة وأبا، الأب هو ما تأكل الأنعام، يبقى ليس من طعام الإنسان. قال للأنام، والأرض وضعها للأنام أي للخلق، برزخ بينهما برزخ لا يبغيان، حاجب يبقى حاجز بين هذا الماء العذب الفرات وبين الملح الأجاج، يبقى بين البحرين كان حاجزا، يبقى ده حاجب، يبقى بحيث لا يدخل هذا في هذا أو هذا في ذاك، لكن هناك برزخ حاجز كده يبقى يمنع من اختلاط الماء. ندى من في آخر الزمان يبقى يرفع ذلك الحاجز وتختلط هذه المياه. قال وقال مجاهد ألفافا، جنات ألفافا أي ملتفة. قال والغلب الملتفة، وحدائق غلبة أي ملتفة. فراشا، ألم نجعل الأرض فراشا أي مهادا بسطها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أرض وضعها للأنام أي بسطها للخلق، قلنا ومهد هذه الأرض. وإلا لما الإنسان يتصور هذه النعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، إحنا بتمر علينا الآيات بنقرأها آيات محفوظة، ورتم الآيات قد تحدث كده نوع من أنواع يعني الشعور عند الإنسان، بتبقى ليه وجدان عند الإنسان. فلكن ما معنى الآيات دي؟ نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان دايما هو بيسير على وجه الأرض يعلم هذه النعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. لو لم يمهد لنا الأرض، لو لم تكن الأرض بساطا، يا ترى كيف يكون الحال؟ هيبقى فيه صعوبة ومشقة شديدة جدا أن يعيش الإنسان على ظهر الأرض، على ظهر الأرض. ولكن هذا من نعم الله عز وجل، ألم نجع أرض مهادا، ألم نجع أرض فراشا، يبقى بسطها لنا ربنا سبحانه وتعالى ومهدت هذه الأرض حتى يستطيع الإنسان أن يسير على ظهر الأرض بلا عناء وبلا مشقة وبلا صعوبة. وجعل أيضا الجبال أوتادا تثبت بها الأرض، وإلا الأرض تميد من تحت أقدام الإنسان. لو كانت الأرض تميد من تحت أقدام الإنسان
لا يقوى أبدا أن يكون ثابتا قائما عليها، ولكن يقع الإنسان أنه لا يستطيع أن يزن نفسه على ظهر الأرض، على الرغم أنها بسطت لكن هي لم تسبب تميد، يبقى الأرض بتميد من تحت الأقدام. يبقى زي الإنسان كده لما بيأتي له دوخة شديدة جدا ماذا يحدث؟ يبقى على ذلك يكاد أن يقع، يعني يكاد إن لم يقع كاد أن يقع ويترنح. قلنا دي أساسا لما يكون الدوار بيصنع ذلك بالإنسان. فلو لم تثبت الأرض عن طريق هذه الأوتاد، عن طريق الجبال، يبقى ما كان الإنسان يستطيع يعني أن يتزن على ظهر الأرض، ولكن حتمد به. وكذلك لا يقوى أن يمارس حياته على الأرض وهي بهذه الصورة. يبقى دي نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني خلق الأرض وبسطها لنا، وخلق الجبال وجعل أوتادا للأرض تثبت بها الأرض. فلذلك قال مهادا كقوله ولكم في الأرض مستقر. نكدة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، أي قليلا، شيء قليل هو لا نفع فيه، يبقى شيء خبيث لا نفع فيه. يبقى هو بيتكلم على خلق الرب سبحانه وتعالى للنجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى أيضا إداية بيعرف آدي المشرق وآدي المغرب وهكذا. ثم ذكر الباب التالي، باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد رحمه الله كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدونها. حسبان جماعة وحساب مثل شهاب وشهبان لا يعدونها. قال حسبان جماعة وحساب مثل شهاب وشهبان. وضحاها ضوءها، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر وندري كل واحد منهما. وهي وهنها تشققها، وهنها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، فهم على حفتيها كقولك على أرجاء البئر. وأغطش وجنة أي أظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها. والليل وما وسق جمع من دابة. والقمر إذا اتسق أي استوى. بروجا قال منازل الشمس والقمر، حرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤبة، وقال ابن عباس رضي الله عنه ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقال يولد يولج أي يكور، وليدة كل شيء أدخلته في شيء. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس، أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قول تعالى والشمس تجري المستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. أيضا في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى،
ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. قال: فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا. بيذكر صفة الجنة والنار بحسبان. قال: إنهما يجريان، قال مجاهد: كحسبان الراحة. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدونها. وحسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، يبقى حسبان هي جمع حساب، يبقى حساب الجمع هي حسبان، زي شهاب جمعها شهبان. ضحاها قال: ضوءها، والشمس وضحاها أي الضحى اللي هو الضوء، ضوء الشمس، يقسم بالشمس ويقسم أيضا بضوء الشمس. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. يبقى الشمس لا يعني قال لا هي سابقة للقمر ولا القمر سابق للشمس، لا الليل سابق للنهار ولا النهار سابق للليل، أي أنه يعني نقول على ذلك لا يستر ضوء القمر ضوء الشمس، ولا تستر ولا يستر ضوء الشمس ضوء القمر. قال: أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. يبقى ضوء الشمس يبقى لا يستر ضوء القمر، ولا ضوء القمر بيستر ضوء الشمس. كذلك سابق النهار يتطالبان حثيثان، يعني لا الليل سابق للنهار ولا النهار سابق للليل، يبقى الليل يسلم النهار والنهار يسلم الليل. نفس أيضا القضية في الشمس والقمر، يبقى ضوء الشمس والشمس تكون ساطعة بالنهار، والليل يبقى ضوء القمر بيبقى ليلا، أو نور القمر يكون ليلا. قال: نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما. يبقى الليل حيسلخ منه النهار، ونقول على ذلك معناها في بين الليل والنهار قد يعني يطول هذا الليل، ويبقى النهار أقل يزاد في النهار ويبقى الليل أقل، يبقى كما نقول مجموع الليل والنهار 24 ساعة. من الممكن كده أن الليل يبقى يكون قصيرا والنهار طويلا وقد يتساويا. يبقى على ذلك يبقى نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهي وهنها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها، فهم على حفتيها، فقولك على أرجاء البئر أي على حفته، وأغطش وجن، فلما جن عليه الليل أي أظلم، وأغطش أيضا ده أظلم. وقال الحسن: إذا الشمس كورت قال تكور حتى يذهب ضوءها، تلف حتى يذهب ضوءها، ودي طبعا إذا الشمس كورت من علامات الساعة، واحد تكور يوم القيامة ثم يلقى بها في النار. والليل وما وسق جمع من دب، والقمر إذا اتسق أي استوى. وبروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنه ورؤبة: الحرور بالليل والسموم بالنهار، حرور بالليل سموم بالنهار. يقال يولج أي يكور وليدة كل شيء أدخلته في شيء، يبقى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يبقى ده التداخل، ينقص من هذا ويزيد في الآخر، ويزيد في هذا وينقص من الآخر. يبقى لذلك احنا بنجد كده مع التغيرات، مع يعني هذه المواسم الصيف الشتاء، يبقى الليل طويل والنهار قصير، يبقى الليل يتساوى مع النهار، يبقى الليل طويل والنهار قصير، ممكن يبقى الليل النهار طويل والليل قصير، يتساوى الليل مع النهار، يبقى يأخذ من هذا لهذا ومن هذا لهذا. لكن حنجد ان مجموع الليل والنهار
يبقى اليوم والليلة 24 ساعة لا يتغير، لكن ممكن الليل يبقى طويل في بعض الأيام وفي بعض الشهور، ويبقى النهار يبقى أقصر، وفي أيضا أيام وشهور النهار بيبقى طويل والليل قصير، في أيام وشهور كده يتساوى الليل مع النهار. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ احنا بنشوف الشمس كده بتغرب وبعدين تشرق الشمس نهارا، فدي ظاهرة احنا بنراها، لكن يا ترى أين تذهب الشمس إذا غربت؟ يعني نقول لما تغرب هنا يبقى بتشرق في مكان آخر، فده كلام صحيح، ولكن أين تذهب الشمس إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرنا صلى الله عليه وسلم لما طرح ذلك السؤال على أبي ذر رضي الله عنه: تدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. وده كان حال الصحابة، يعني لا يتكلمون بغير علم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى هذه قول الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مش ممكن أتكلموا أبدا إلا بعلم. وكذلك أيضا أبو ذر رضي الله عنه ده كان حال الصحابة دايما رضي الله عنه، إن طرح السؤال فعلى ذلك يقول الله ورسوله أعلم، يبقى ليس عندهم علم في ذلك وبالتالي لا يتكلمون. فقال: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. يعني احنا من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، تطلع ازاي من مغربها؟ كيف تخرج من مغربها؟ يعني معنى الكلام كده يعني الانسان ينتظر قيام الساعة بين لحظة واخرى، مع الغروب يا ترى لما تشرق هتأتي من جهة المغرب ولا من جهة المشرق كحالها؟ يبقى ده كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس لما بتغيب بيبقى بتسجد تحت العرش، وبعدين تستأذن فيؤذن لها عشان تخرج من المشرق، ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى تجري لغاية هذا التقدير الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الشمس لما بتغرب احنا نقوله ايه؟ بتشرق في مكان اخر، يكاد ان يقول لها: ارجع من حيث اتيت. طب ده نقوله على ذلك يبقى الانسان ينتظر الساعه بين لحظه واخرى، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغر بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى كان يعني كيف انعم، ازاي هيتنعم وتلذذ بامور الدنيا، وصاحب القرن اللي هو اسرافيل عليه السلام اللي هو الملك الموكل بالنفخ في الصور التقم القرن، يعني وحنى جبهته واصغر بسمعه، اخذ وضع الاستعداد ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى لما هنشوف كده وضع الاستعداد، ده وضع الاستعداد اهو، نقول له طب ده علامات لسه لم تظهر بعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، وذكر علامات الكبرى، لكن كان ينتظر الساعة بين لحظة وأخرى. ده حل المسلم الاستعداد دايما، إن لم يكن أمر العامة خواست أحدكم. قال: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال قبل أن تدرك بإحدى هذه الأمور. قال: الدخان، الدجال، طلوع الشمس مغربها، خروج الدابة، أمر العامة هي الساعة العامة، أو خواص أحدكم. يعني واحد بينتظر كده لسه قيام الساعة، طب ممكن الإنسان يموت، تقوم ساعة الإنسان عند ذلك. يعني متى يأتينا الموت؟ متى يأتينا؟ احنا قلنا كل لحظة في الحياة صالحة أن يأتي فيها الموت، وبالتالي الإنسان على استعداد دائم، على استعداد. أيضا هذه الوقت بتجعل الإنسان مش عنده تسويف، يسوف،
هنقوله كده يبقى الشمس لما هتشرق هتطلع من مغربها، يبقى دي هننتظرها امتى؟ ده كل لحظة. نقول كل يوم ما الشمس بتغرب هنا تشرق في مكان آخر، تغرب هنا تغرب مكان آخر، ده مغارب ومشارق. يبقى أنا مش منتظر بقى على وقع بلدي فقط، ولكن بصفة عامة، يعني بصفة عامة غربت في مكان فيوشك ألا يعني يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئتي. يبقى مش في البلد هنا، ادي المشرق والمغرب معلوم، لكن ده هو غروب هنا يبقى شروق في مكان اخر، اشراق هنا يبقى غروب في مكان اخر، فاحنا لا ندري. يبقى الشمس كده يبقى مشارق ومغارب كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فقال يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها. يعني مش مثلا في اليوم الواحد احنا ننتظر كده، ده احنا في كل لحظة من اليوم، كل لحظة. ده بيخلي استعداد الانسان يبقى متأهب كده ومستعد. وبعدين ظاهرة احنا بنراها، هل احنا فعلا بنفكر الكلام ده؟ لا نفكر ابدا، مع ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد يتصور الصحابة رضي الله عنهم لما استمعوا الى ذلك الكلام، ما استمعوا الى ذلك الكلام حالهم ازاي؟ اقول لك ان الصحابة يعني كانوا وكأنهم ينتظرون، يعني الآن قد يقال لا ارجع من حيث أتيتي، ارجعي، وبالتالي هيبقى باب التوبة يغلق عند ذلك، يغلق. فإن تاب الإنسان أو أمضى عملا صالحا يبقى لا يضاف إلى الرصيد أبدا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن انتظروا. فيما الانتظار آية واضحة تماما، الآية دي محركة دايما للإنسان، بس الواحد بيحتاج يردد الآية كثيرا، رددها على مسامع نفسي مش رددها للناس، لكن أنا أحتاج أن أردد الآية على مسامع نفسي دايما. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ إيه الانتظار في إيه؟ يأتيني ملك الموت، أو إن إحنا نجد يبقى وقوف العبد ومثول العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، يأتي للفصل بين العباد يوم القيامة، بتعيشني الأحداث. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، منها قالوا الدبة ومنها أيضا طلوع الشمس مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إيه؟ لأن لما تخرج الشمس مغربها يرى الناس يؤمنون، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. خلاص بيغلق بقى الباب. فالإنسان قد يغلق أبواب الرحمة على نفسه، وكذلك المقابل، يعني الذي يقوم مقام هذا الأمر إيه أيضا؟ هو لما الروح تصل إلى في الغرغرة، لما تصل إلى الحلق يغرغر الإنسان عند الموت. يبقى عند ذلك عند ذلك يعني لو هذا الإنسان تاب يبقى لا تقبل توبة هذا الإنسان، تقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس مغربها. يبقى في أمرين كده دايما، فقد يستبعد الإنسان لسه طلع الشمس مغربها، لكن تستبعد كده خروج الروح؟ ده خروج الروح لحظة، يعني لحظة، يعني نقول أقل من ثانية، فبتخرج روح الإنسان فبينتظر متربص تربص. وبالتالي الآية بتبقى دايما لما يرد الإنسان الآية على نفسه وعلى مسمعه بيحرك يعني هذه بواعث الإيمان في نفسه. تربص، لو كانت نفسه الأمارة بالسوء بتأمره أن يفعل كذا أو يتكلم بكذا أو أن هو يتقاعس عن فعل طاعة من الطاعات أو واجب من الواجبات، يبقى على ذلك همة هذا الإنسان هتنبعث. ليه؟ لأن قد يأتيني الموت الآن، أنا لا أدري، لا أريد أن أموت على معصية، ولا أريد أن أموت وأنا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى ولا في طاعته. إذا تطلب مني لازم يبقى في يعني أمر محرك دائما للإنسان. هذه التذكرة، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، شرط تأتيني التذكرة من غيري، لكن أنا أذكر نفسي زي ما أذكر غيري، أنا أذكر نفسي. يبقى لما أنا أذكركم بهذه الآية أنا في الحقيقة أذكر نفسي. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. زي ما الآية كده هتحدث عندك حركة وأيضا بتبعث الهمة على استقامة الإنسان، أيضا يعني أنا أريد أن تحدث في ما تحدث فيك. يبقى أنا أذكر نفسي، يبقى لما بقول هذه الرواية أو الآية أذكر نفسي كما أذكركم أذكر نفسي. فلذلك الإنسان محتاج دايما إلى يعني ترداد هذه الآيات التي بتعين الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، لأن النفس الأمارة بالسوء قد تدفع الإنسان يبقى إلى فعل سيئة أو قولة سيئة أو إلى تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في واجب من الواجبات. ما هو المطلوب؟ يبقى الآيات دي بتذكر الإنسان وتحركه أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ولا يفتر أبدا عن فعل طاعة أو واجب أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. قال يطلع فذلك قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يكورا ويلقى بهما في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشمس مكوران يبقى تلف الشمس وهذا بضوءها وكذلك القمر ويلقى بهما في النار. يعني قال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما؟ يعني قال يعني بيسأل كده طب إذن بالشمس والقمر. يعني طبعا كل يعني إنسان من كان يعبد الشمس من كان يعبد القمر من كان يعبد كذا كل ده حيلقى به في النار ثم بيلقى الأتباع إلى النار. طب ما ذنب الشمس والقمر؟ فانظر بقى أبو سلمة يقول يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما ذنبهما؟ يبقى على ذلك يبقى يا ترى دي عقوبة للشمس والقمر يا عبد من دون الله ألا هي عقوبة؟ يعني من الذي قال ذلك؟ ولكن كل إنسان بيعبد إله من دون الله حيمثل له ذلك الإله ثم يلقى به في جهنم ثم هؤلاء الأتباع يتبعون هذا الإله الذي عبد من دون الله. فقال ما ذنبهما؟ طيب قال أحدثك عن رسول الله ما فيش تعليق. أما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تعليق، التسليم. فين الانقياد؟ فين التسليم؟ فين الإذعان؟ وما ربك بالظلام للعبيد سبحانه وتعالى. يا ترى هل لما هتلقى في النار طب ما في ملائكة خزنة النار موجودة هل معنى كده يبقى بتعذب؟ لا. هل لما هيلقى بالشمس والقمر هتعذب؟ يبقى مش شرط أساسا، يعني ده مش شرط. وبالتالي ما ذنبهما؟ يبقى لا يعذبان، هو يلقى بهم في النار لكن لم يقل يعذبان. فزي ما قلنا أدم في ملائكة يبقى خزنة النار، الملائكة خزنة النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أدي مالك خزن النار وأهل النار يقولون له ذلك الأمر. فيعني يا ترى معنى كده أنه هتعذب؟ لا. وحيمثل لهم ما طب هناك من يعبد عيسى عليه السلام يبقى لكن حيمثل لهم ذلك، يعني يمثل لكن مش حيلقى به لكن يمثل لهم ذلك. يبقى حتى ايه هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ايضا يلقى بهم في النار. ثم ذكر مجموعه من هذه الروايات، روايه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. الظواهر دي ملهاش علاقة لا بالموت ولا بالحياة. يعني إنسان كده حملناه على الجنازة أمطرت السماء، قال السماء تبكي على هذا الإنسان. وساعات كلام كده يعني بيستحسنه الإنسان، استحسنه يعني استحسن ذلك الأمر وكأنه حتى فعلا نسر عن أهله نقول حتى السماء بكت عليه، حتى السماء. فإحنا ننتبه إلى هذه الأمور، فده عقائد لابد من تصحيحها. قلنا على الرغم من هذا الكلام قيل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم عليه السلام خسفت الشمس، توافق هذا الأمر وقال أنها خسفت لموت إبراهيم، لكن ده مسائل عقدية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، ما لهمش علاقة، فقد يتوافق الأمر يعني يأتي
توافقا، ولكن ليس معنى ذلك ان ايه والله حجبت يعني حزنا على ابراهيم او امطرت يبقى انها ايضا تبكي على فلان. لا، احنا ننتبه لان في كلام ممكن يخرجه الانسان ويستحسنه الانسان، وده بتبقى يعني في العقائد، احنا ننتبه. فلا بد من صيانة العقيدة وصيانة التوحيد. وانظر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرر الكلمة هكذا، ان الكلمة فيها خطورة اساسا. قال ان الشمس والقمر لا يخسفان الموت احد ولا الحياة ولكنهما ايتان من ايات الله وما نرسل بالايات الا تخويفا. يبقى اقرا الايه، لما يكون في ايه كده اقراها، يبقى ده تخويف. طب احنا نعمل ايه؟ اللي هيخاف يعمل ايه؟ يبقى اللي هيخاف هيستقيم. لو كان كده نفسه بتحدثه بمعصيه او مخالفه يبقى هيقلع عن ذلك. فقال فاذا رايتموهما فصلوا. لما نرى الظواهر دي ماذا نصنع؟ مش مجرد ظواهر كده هنشاهدها وبالتالي هنتامل فيها، لا، ماذا نصنع؟ انا كعبد ما كيف اتصرف؟ وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى خوف الإنسان هيجعله يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. قال فإذا رأيتموهما فصلوا. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. يعني في أيضا يعني توسعة توسعة. ممكن إنسان قد لا يتمكن الصلاة، قلنا خاصة امرأة في حال حيض أو نفاس لا تتمكن الصلاة، يبقى عندها الذكر، عندها الاستغفار، عندها الدعاء. كل ده بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كانت آية فعلا وهيكون هلاك يعني الناس بها يبقى لم تأتي الآية إلا وأنت على طاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى جلس كده يستغفر، جلس يسبح، تصدق، أعتق، دعا، صلى. يبقى المهم تبقى على طاعة. فلذلك قال فإذا رأيتموها فصلوا. لكن الأمر مش مقيد بكده فقط بالصلاة، لكن ده هو أيضا أن تكون على طاعة. مخافة أن يكون الهلاك من خلال هذه الآيات، كما يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها لما كانت الريح تشتد ماذا كان يصنع، ماذا كان يصنع. يبقى ده هنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي كلام عن الريح. قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ثم ذكرت لنا عائشة رضي الله عنها نقلت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر، اللي هي صلاة الكسوف، مر علينا هذا الكلام. يبقى صلاة الكسوف كيف يؤديها؟ يبقى لها صورة مخصوصة. قال وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو، فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من قراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس. يبقى صلاة الكسوف دي قلنا مرتبطة بظاهرة. لو حد كده هيعترض من طول الصلاة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف، نفيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة، هو الذي فعل ذلك. يبقى أن البعض كده يبقى إيه دليل وكأنه يعني هينكر هذا الأمر، هينكره ليه؟ دي طويلة، قراءة طويلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة والمسافر في بعض الروايات. فعلى ذلك نقول دي صلاة مرتبطة بالظاهر، لا علاقة لها بالناس، مرتبطة. فيطول فيها القراءة ويطول فيها الركوع وكذلك السجود. يبقى قراءة طويلة كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها. يبقى وكل ركعة يبقى فيها ركعين وفيها قراءتين والسجدات لا تتغير. يبقى لذلك أربع ركعات، أربع ركعات أي أربع ركوع، كل ركعة بتجتمع على ركوعين، بتجتمع على قراءتين. يبقى قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله من حمده
ثم افتتح القراءة قراءة طويلة دون القراءة الأولى، وركع أيضا ركوعا طويلا، سمع الله لمن حمده، ما فيهاش تطويل أهو، سجد سجودا طويلا، يبقى سجد السجدة الأولى سجودا طويلا دون الركوع، والسجدة الثانية دون السجدة الأولى، وقام في الركعة الثانية أيضا فعل مثل ذلك حتى انصرف وقد تجلت الشمس. أنا مرتبطة بظاهرة، وأن صلاة الكسوف دي لا تكرر، صلينا صلاة الكسوف الظاهرة ما زالت قائمة، يبقى إحنا ننتقل إلى عبادات أخرى، لكن لا تكرر صلاة الكسوف، يبقى عندك الذكر، عندك التسبيح، عندك الدعاء، عندك الاستغفار. قالت ثم سلم وقد تجلت الشمس، يبقى إن لم تنجلي الشمس يبقى إحنا ننتقل عبادات أخرى، لكن لا تكرر صلاة الكسوف، وأن صلاة دي مرتبطة بهذه الظاهرة، لذلك كان فيها يتناسب طالة الإنسان للقراءة وبالتالي الركوع والسجود. قال فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، يعني افزعوا إلى الصلاة، يعني الإنسان يعني يتعامل مع الظاهرة على الفور، يسارع كده في التعامل مع الظاهرة مش يتباطأ. قال فافزعوا، شو بقى الإنسان فزع، فزع معناه أنه هو هيسارع ويبادر بأقصى سرعة، يبقى لا يتوانى ولا تباطأ، يبقى دي نتعامل مع الظاهرة، أول يبقى الظاهرة نتعامل بها بهذه الصورة، والظاهرة لابد أن تكون ظاهرة. في بعض الأحيان يقال في كسوف هيحدث يوم كذا الساعة كذا سواء كان في الشمس أو القمر، فعلى ذلك ترى يبقى نصلي في هذا التوقيت لما نرى الظاهرة، يعني هي ده يبقى نرصد هذا الكسوف سواء كان في الشمس او القمر، وقالوا ان هو كمان مثلا مده معينه كمان شهر مثلا في يوم كذا في ساعه كذا هيحدث كسوف في الشمس او في القمر وهيستمر مثلا ساعه يستمر كذا، هل لما ياتي التوقيت ده احنا نبدا الصلاه؟ لا تبدا الصلاه الا لما ترى الظاهره، يبقى هم رصدوا ذلك، لكن ممكن يوافق ولا يوافق، ممكن يعني يحدث ولا يحدث، يبقى على ذلك يبقى حتى لو رصدوها يعني ده مرتبط بظاهرة، يبقى لازم نرى الظاهرة. فعلا حدث ذلك كسوف سواء جزئي أو كلي في الشمس أو القمر، لما نراه عيانا يبقى نبدأ في مسألة الصلاة، ويستمر الإنسان في هذه الصلاة حتى تجلي الظاهرة، لذلك يطول في القراءة. إن طول في القراءة وانتهت ولم تنجلي الظاهرة يبقى يأتي إلى الذكر والدعاء والاستغفار والصدقات وغير ذلك. قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ثم ذكر آخر روايات رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. يبقى نقول كسوف الشمس كسوف القمر خسوف الشمس خسوف القمر، البعض ساعات يقول الكسوف ده بالنسبة للشمس والخسوف ده بالنسبة للقمر، لا الروايات وردت كده قال الشمس والقمر لا ينكسفان، هذه الكسوف اهو لموت أحد ولا حياته يبقى في الشمس والقمر، وقال في روايات أخرى قال لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، يبقى كلمة الكسوف بتطلق على كسوف الشمس أو كسوف القمر، وكلمة الخسوف تطلق أيضا على الشمس وعلى القمر، يبقى لا يخطئ الإنسان قال يعني خسوف الشمس وقال كسوف القمر، لم يخطئ الإنسان، لأن كلمة كسوف أو خسوف بتستعمل في الكلام عن الشمس أو القمر. ثم ذكر الباب التالي قال باب ما جاء في قوله والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالله عز وجل أيضا كما خلق السماوات وخلق النجوم والكواكب أيضا ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء منها الرياح، قال والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قاصفا أي تقصف كل شيء لواقح ملاقح ملقحة إعصار، قال ملاقح ملقحة قال إعصار أي ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، صر أي برد، نشرا أي متفرقة. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وولكت عاد بالدبور. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سرع عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أن تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. وارجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه ترجمة إلى مرة قادمة كما بذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.